رغم رفض الصدر، هل يعقد البرلمان العراقي جلساته قريباً؟ اعتبر نواب من قوى سياسية متعددة استئناف جلسات البرلمان رهناً بما ستفرزه الأيام المقبلة. هناك جلسة مقررة للمحكمة الاتحادية للنظر بدستورية قبول استقالة نواب التيار الصدري. هذه الجلسة من المفترض أن تنعقد في 28 من الشهر الحالي للنظر بقبول العودة إلى البرلمان. الحلبوسي ما زال متحفظاً على عودة عقد جلسات البرلمان دون وجود اتفاق ما بين التيار والإطار. الاتفاق بين الطرفين يتضمن الخلاف على الحكومة الجديدة وقضية حل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات المبكرة. مصادر قالت لون نيوز إن الحلبوسي تلقى رسائل مباشرة من التيار الصدري تتضمن التأكيد على منع عقد أي جلسة برلمانية، كما أن هناك ضغوطات كبيرة تمارس على الحلبوسي من قبل بعض قادة الإطار لإعادة استئناف الجلسات. رئاسة مجلس النواب حتى اللحظة لم تحدد أي موعد لعودة جلسات البرلمان، رغم وجود طلب رسمي بذلك من قبل عدد من النواب ومن كتل سياسية مختلفة. المؤشرات والمعلومات تؤكد إن البرلمان لن يعقد أي جلسة خلال الشهر الحالي، وسيؤجل عودة عقد الجلسات على أمل أن يكون هناك اتفاق وتوافق ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.